رجعنا لكم في صيف معنا، ريم رياحي. قاعدين نحكيو مع الممثلة ريم رياحي. انت اما خير الادوار اللي في السنين الاخرى ولا الادوار اللي بديت بيهم؟ لا ما نجمش نخير بيناتهم. انا في الكاليتي دور... في الكاليتي الادوار الاخرى جد وخيره. اي بيان سور الكاليتي، خاطر كنا عام من 96 97 خطب على الباب توا، معناها تنجم تقارن خطب على الباب بحاجه توا، معناها ما نجموش. حتى احنا ما نجموش نقارنوا، معناها نحس روحي احنا اقرب برشا لهذوكم. اما تكنيكمون والخدمه اللي قاعد تخدم توا حاجه هايله ياسر، حاجه هايله وطورت. والشوا شباب قبل كانوا ثلاثه اربعه مخرجين في التلفزه هما بيدهم يعملوا، تولت عنا شوا رمضان هذا سيرتو رمضان اللي قبله شفت شوا كيفاش في نوبه. الدور نتاعك شيخ عليه ولا معناتها فيه الجرأة وعجب برشا معناتها؟ انا شفت عليه على الاخر وعجبني والفوديغ انا تفرجت فيه في عيني العباد اكثر من اني تفرجت فيه. وفي بالك اللي هي شخصيه حقيقيه ولا قالوا؟ اما انا ما نعرفش. اي ما شخصيه وكانت تملك في وسط البلاد وكذا، معناتها وذي قوت بوشنيق الميلانج اللي عامله بين الواقع والخيال، معناتها معناتها أحداث خيالية باز واقعية، عمل حاجات سيغتينمون عنده فكرة على اللي تحكي فيه أنت وإلا لا. أنا ما عندي حتى فكرة باسكو ما نعرفش الشخصية اللي يحكيوا عليها، وخدمت على برشا شخصيات من كيما نجوى. ومن بعد كي جينا باش نصوروا قال لي بون هذوكم الكل تنحيهم وأعطيني واحدة خارجة من عندك. دونك عملت على طريقتي النجوى اللي شفتها. النجوى اللي شفناه واللي معناتها لقات نجاح به، والكادر نتاع المسلسل كله بصراحه مع كونسيبت كيما برشا معناتها عملوا حاجات معناتها السنه وعملناه ولو تعمل في ثلاث اربع سنين الاخرى شفنا شوا كبير. قبل كنا محصورين، قبل وطنيا، من بعد جسامي الفهري، من بعد بدات تكثر محلانا. اي محلانا 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 ما ماذا بينا نكملوا هكا، وماذا بيهم يعطيوهم الفرصه ويعطيو لي جون الفرصه اكثر باش انهم ينجوا ويبدعوا والامكانيات زايده، على خاطر مش يبدا كل يبدا ان جون هكا يتخسر في الفلوس ويتخسر ويعمل حاجه خايبه من بعد ومن بعد نجي نلوم عليه. ما نجمش نلوم عليه، يلزم لو سيستيم الكل يتبدل، يلزم برشا حاجات تتحط في بلاصتها باش لي جون هذوم ما يبداش يخدم ويعمل في عمل ابداعي ويخمم في الفلوس. جوستومون مش حلو ولا هو بس. مخرج ما عندوش علاقه بالانتاج، عامل عمل و 80% ممثلين مش خالصين. اي 80% مش خالصين ويجري في الغيجي ويجري شكون ما فماش اليوم واسكو عنده البلاتو ولا لا. تعب مورالمون يتعبوا. ربي بقي الستر علينا. احسن فازه قلتها بصراحه، احسن حاجه قلتها. ومحليهم المشاكل كي يبداو قدم وما يتصلحوش. ما عنديش امل انا باش يتصلحوا. ما عنديش، انت حكيت على الله يرحمه سي نجيب، معناتها منتج يصرف ويخلص العباد ويقعد هو في الديون وكذا، مش منتج عندك زوز ملايين وتحب تولي منتج ونسكل في الديون وفي الكريدي، معناتها تبدلت الحكايه هكاكا. ان شاء الله تتحسن. وكي تصير لك حكايات ولا كلاشات ولا كذا كيفاش تتعامل بصفه عامه ريم؟ ما نجاوبش خاطر مانيش تعبز ومانيش تاع مشاكل ومانيش فماش علاش، ما عنديش بلاصه، ما عنديش وقت، ما عنديش بال، ما عنديش ما عندي حتى شيء. ما نحبش وننسى. هذيك تنسى ننسى في فيزا الوغ قلت تنسى. اما حاجات ما يمسونيش، ما يمسونيش. اللي يمسني حاجه برك الببليك هو اللي يمسني بالبوزيتيف ولا في النيجاتيف. انا قلت لك مسلسل نوبه تفرجت فيه في عينين العباد. فما توصلوا فنانين في بعضهم، فمش كون يحرش جروب باش يسب فلان باش كذا. شفت انت الانترنت معرفهم برشا صارت لهم مشاكل في الانترنت، في الاخر ظهرت فنانه وراها. اي تفرج ما عندهم ما يعملوا مش على البيت. عندهم بال واسع وعندهم وقت وعندهم جهد، انا ما عنديش. لهنا شويه مدام بالعيد مأثر على ريم الرياحي. اي على الاخر اي عطيتها السبري باش قام، معناها انا علاش باش نتعب روحي مثلا؟ ما فماش علاش. الجهد نتاعي وليدي اولى به، رجلي اولى به، خدمتي اولى به. دونك جهد هذاك
نجم نعمل بيه برشا حاجات باهيه. جوستومون جوستومون انت برشا يسخيدوك تغني، انت راك ما غنيتش حتى في الفوازير، راك ماهوش صوتك. لا ما غنيتش اي وبرشا ليمو وقتها نذكر ليمو على صوتك راه ماهوش صوتك هذاك. عندي 17 يوم صورت في 17 يوم، وقتاش باش نصور، وقتاش باش نلبس، وقتاش باش نصب صوتي، وقتاش باش تجيني الغنايه. ابار انه صوتك متوسط مش تعرف. ما عنديش صوت انا، عندي لا صوت حتى. اما وقتها ما نفهموش معناتها. عملت محاولات قبل راه باش تغني؟ اي غنيت، اي غنيت وعملت دي سبيكتاكل اما ليه؟ اما انا هذيك سنة عوام عام 98 حاجه هكا، عملت دي سبيكتاكل وغنيت اما ليه؟ ما نجمش خاطر انا هذيك مش الدور، خاطر انا نجم نكون سيغ سين ولا نجم نعمل دور اللي تحبه انت، ما يقلقنيش مش انا. اما اللي تغني هذيك انا هو اللي ما نجمتوش، خاطر فما جرأة كبيرة وفما قوة كبيرة وفما برشا برشا خدمة. اللهم قبل ما تدخل تغني تقول لاكسيون وتدخل تمثل. لا دونك مش انا وهي في الغناء انا. دونك لا ما كملتش. معناتها تتخمر في الدور. اي الدور هذاك حاجة أخرى، هذاك مش انا ونتقمص الشخصية ونعيشها ون هلا. سمباتيك صوتك مبحاح معناتها على الاخر من لينا صغيره هكا. اي معناتها يجي فيه طومبي معناتها في الصوت. انا عندي بروف عربيه كي كنت صغيره، بروف عربيه يقول لي صوتك رنان، لماذا لا تنضمين الى معهد الفن قبل ما ندخل لحد شيء؟ ديما وقت وليت ممثله ديما نتفكروا. سامحني كان نسيت اسمك، اما ديما في بالي وديما نتفكر الكلمه اللي قلتها لي. جوستومون وعملت غني نتاعك ولا؟ والله عفوا عندي قداش توا الحكايه هذيا، عام 2002 حاجه هكا، عام 2002 ولا 2002 2002 حضرنا كيلكو شونسون انا و محمد صالح حركاتي. هذا يظهر لي ما قلتها لحتى حد، عمري ما قلت. وش عملت وهبطتهم؟ لا لا ما كملتش فيهم ومشيت لفرنسا 2003. لا لا معناتها الحركات عنده 60% بسبب هجرتك. لا لا والله لا والله سيتي ان فغي بليزير وقتها باش تعاملت مع محمد صالح. وقتها ما تذكرهمش؟ والله لم قلت لك عندي برشا حاجات مفسخين، الزهايمر قريب راه. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة سي بيان. باهي ريم، يلا بعد شوي باش نستقبلوا واحدة زادة في نوبة معناتها استمتعنا بصراحة بصوتها وغنيت وعندها حكاية، باش نستقبلوها نسمعوا صوتها، نمشيو للفيلم نتاع السهرية ومن بعد نرجعوا مع ضيفتنا ريم الرياحي في صيف معنا. هاي تفضل بابا تفضل. اي تفضل. هاي هذه الكوجينة هاو كافور وغاز هاي كمقل فريجيدير ومورك مريق. نجيو للصالة هاي الصالة بون هي مش شكل لوكس برشا برشا اما به هي متواضعة. عندك البيت هذه الأولى هايك، وعندك زاد البيت هذه بيت زاد واش السال دو بان. يا خويا باهي باهي ما شاء الله. يعني زوز بيوت وصال. زوز بيوت وصال باهي ياسر. هي ما قلتليش كليماتيزور والشوفاج كل شيء يخدم هنا؟ كل شيء يخدم، الشوفاج يمشي، الكليماتيزور في البيوت الزوز يخدموا، حاج دار ليكس ما تكسرش راسك. مريك باهي ياسر. وانت عجبتك؟ والله تحفونا بابا تنجح، اون بلوس ظاهره في حومه نظيفه، دونك حتى في الثنيه في المرواح ما نتقلقش من القرايه. وصاحبتك يا اخي وقتها تجي؟ صاحبتي تجي الجمعه الجايه، عندها عرس بنت خالتها تكمل وتخلط علي. ربي هاني. اما ما تقلقش، هي المهم ما يفوتش بايها 200,000. كون ما دام العروسه راضيه وحبت الدار وشرهت عليه نتوكلوا على ربي. هي نتوكلوا على ربي. اما عندي اشكاليه ضيفه. شنو مشكلة حاج؟ أما كان زيد شوية هكا تجبر لي في السوق. حاجة روح، عندي رقمك تو نكلمك، تيح دار أخرى تو نكلمك، مريق روح روح. من غير ما تتنرفز. باهية من غير حتى مشكل. قابل بالسوم اللي تحب عليه. هكا هو مال خويا شر وشر ضمد و نتاعك. نتاعك. باهية يا سيدي، وأنت زادة فما حتى مشكل. نهبطوا الكعبة ونخلصك. أي نتوكلوا على ربي. حظ علينا مين؟
فهم؟ لا شيء كورندير شبك الكوجينة محلو لا يي يي برناف طوي فما شيء لبس لبس مليك هاك طلعت لك حوايجك فلي جيتك تسحق حاجة رقمي عندك كلمني عايشك الله يخليك ميرسي بوكو ميرسي عايشك في تكريت الدار هذايا وي تكريت في بالكمش بيها اش دخلك شي همك تدلى في همك تخلص عندك نتاعك مو مش جامدة ولا ولا قوت الا بالله اي روحوا جماعة الكل انا هاني في الدار تويكا اسمعني غدويكا دوبا ما نقوم نمشي للفاكولتي نكمل لي كور نتاعي وديريك نتعدى باش نعمل قهوة والله فرحتي انا كثير توحشك عندك كنت رينا قديش توحشتك توا شهرين وانا نشوف فيك كام بالكامل اسمعني يا اخي باش نعديوها ديما هكايا بالكاميرا وقتاش باش ناوي تجي تخطب يا اخي ايه على حكاية الخطبة توا نتقابل نحكي فيها موضوع ديما هكا انت يا ماكش باش تبدل بسم الله اسمعني مانيش بوما ورايا توا والله بارك اللي ما نقدر نوخر يا ولدي مانيش نفادلك راني يا بنتي وينو التروس؟ بسم الله العظيم شنيا الحكاية هذي؟ ليه انا باش نقبل داري قبل ما تكون دارك انا ميسالش مدي مسكنت فيها مرحبا بيك فقط لازم نعرس كيش نعرس ولا عمري باش عمري مريتك وينو وينو تليفوني تو تو نطلب لك البوليسيه بوليسيه انت في بالك انا باش نخاف من البوليسيه بكم ما تغششنيش بعد بالله مش تراجع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Come on!
هذا بالله مش تراجي ما هذا بالله مش تراجي ما وينك يا معز امان وينك يا معز سلاخر البومه يا معز البومه اللي حكيت لك عليها والله غاديك ريت حكيت لك عليها امبارح ريتها الصباح غاديك قاعده غاديك تخزر لي والله يا معز البومه ساقه بومه هنا ساعدار محلاها على الاخر ساقه بومه فيها والله ريت ريت تبعيني يا معز رد بالك رد بالك كمان ريت غاديك ريت غاديك غادي كنبرها انا راقده والله راقده حليت عيني نلقى خيالها كي لبس كله اكحل جني غادي كيوقف يخزر لي والله الجني حبي عرس بيا والله كيما نحكي لك شفته بعيني والله معز كيما نحكي لك ما انا قلت يطلع لك جن وحكي معك قلت له تبع معز ولا اكيد ما قلتلوش يا بنتي قاعده تخيرك من التعب تاع الفواياج يجي روحي عايش روحي ارتاح شوي خش بكسمين اقرا شوي قران تتنحل حكيت لهم تلويسرا زعما هي زعما ونص حكيت تقومي من النوم والله تعب شنو بالتعب نرقد شوية بعد كلمني باهي باي باي ملا قلت لي بوما كلمتين تبعد على ملاك وما عادش تدور بها استغفر الله استغفر الله ربي بيها عمري ما بسرج عمري ما بسرج ما زلت مش تستعوذ برشا لا 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 تكلمك تعلق عليها تبعت لك ميساج تحقرها تعرضك في الشارع تدور وجهك نشوفك واقف معاها مره اخرى فسخك من الدنيا بيه 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 عضو بيه بسرجي عضو بيه بسرجي يا رب يا رب عضو بيه بسرجي عضو بيه بسرجي عضو بيه بسرجي يا رب يا رب سمعني يا رب ويش طلع لي يا رب يا رب استغفر يا رب عضو بيه بسرجي عضو بيه بسرجي عضو بيه بسرجي ملك كما قلت لك كل شيء في المخ وهوك الاحراب شعدوا مفعولهم وما عادش تشوف في حد شيء نورمالمون لي لاباس دكتور الحمد لله تو لا عاد نسمع في شيء ولا عاد نرى في شيء هذيك الفايده تو كمل التريتمون تاعك تاع الحرابش وتعيش حياتك كما هي يعيشك دكتور ولا قلت لها دكتور الكلهم تهيؤات ما فما حتى شيء رد بالك على ابوك واستحفظ عليه ما خليك حتى دقيقه وحدك ربي يخليك لي عايش عايش على لبس ميرسي دكتور ياخذ بخاطرك هيا قوم عادي هاي تفضل تفضل مرحبا بسم الله يا بنيتي نحب نقول لك تو انت متاكده لي كونك تحب تقعد في الدار هذيا اي بابا نحب نقعد فيها خلي تتنحى لي العقده أنا غير نخذيلك في أي دار وحدها المفيد أنت تبدأ مرتاح يعيشك يا بابا ما يصيرش خذ بخاطري وخليني نقعد فيها ما لا خلينا نمشي نجيب عشانا لطول أنت ما حضرت أمورك والليلة أنا بحاول لهم بيت بعد بنتي يعيشك يا بابا ربي خليك لي راك ما مو عيني أي ما لا توتين
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله 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 يا مرحبا بك في دارك. ضيف معنا ضيفتنا النجمة ريم الرياحي اللي كان مشيت معها الدنيا راهو توا تغني لنا في غنيها وراهو كارتاج وراهو كومبليت ورا اما خير كارير ممثلة ولا مغنية؟ لا لا جو بريفير ممثلة بالحق ايه. اما المغنية الخدمة أكثر راهو صحة صحة وفرحة تعرف تصيف نجم أربع خمس تعب أكثر ومغال يلزم يكون والمورال وتبدا أنت مكبوسة وينجموا يقولوا أي حاجة يلزمك ديما ديسبلين وديما الضحكة وديما الماسك أي هكا الماسك جوستومون يلا تألق زادة في نوبة نستقبله باش نسمعوا جديدها النجمة منية تلمودي. الدشرة هي غزالي تراب العشرة هزت شالت وقت الغسرة هي غرامي يا يا الله أنا وغالي ها يا ما أنا وغالي في جبل لطف نوار أنا وغالي ها يا ما أنا وغالي في جبل لطف بنت بلادي كريمة ما تعرف تعدي يا لي تسمر حسدي يا الله أنا وخالي ها يا ما أنا وخالي في جبل لطف نوار هي شيخة ليلي بسمرة لا تقول لي شمس ولا قمرة لا تقول لي خمرة ولا تمرة يا الله أنا وخالي ها يا ما أنا وخالي في جبل لطف نوار هي أم الحضن الدافي هي ما تعرف خلافي هي جناحي بين أكتافي يا الله هي بليدة هي عنيدة هي حنينة تحب الواليدة هي وحيدة في اللي كبيدة هي غرامي يا الله أنا وغالي ها يا ما أنا وغالي في جبل لطف نوار أنا وغالي ها يا ما أنا وغالي في جبل لطف نوار الكلام يا الغالي يا الغالي يا لقيت فين نوالنا وغزالي يا صحة منية صحة برافو 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 شنحويلي يعطيك صحة عيشك مرحبا بيك ريم يا رب وي انت منية سامحني منى انت منى ما تشوفتها في نوبه واكتشفتها الكلنا معناتها الكلنا اكتشفنا مش اكتشفنا في النوبه عودنا فقنا بها وقلنا تبارك الله عليها تمثل وتغني والدنيا تبارك الله عليها روحها وخدمتها وصوتها اللهم صل على النبي عملت لنا جو كبير ياسر في البلاتو ها ان شاء الله الفول كان ربي يوفقها يعطيك الصحه دونك انا وغزالي هذا تحيه الكافون خاطر مزيانه برشا الاغنيه معناتها وريتمي مزيانه تحيه برشا الكافون مهبط ستاتيو تاع كافون وزير الثقافه ديجاج قلبه معبي ظلي كيما
حصلت مريتش اللي زرتيش كل هبل به. دونك انا وغزالي هبطت في نفس النهار اللي هبطوا معاك سبع اغاني وكلهم سبونسوريزي دوخه. اي ما نعرفش ما نعرفش زهر ولا شنو خاطر هي كانت تهبط قبل بشويه وصارت شويه تعطيلات في الـ في الـ في الكليب وكل. دونك اضطرينا ان نوخروا في هبوط الاغنيه وكل بار كونسيدونس في النهار اللي هبطنا فيها سير كونسيدونس. صح اي سي سي ما نعرفش انا على حسب حتى اللي نعرفه انا اي مع خاطر عامله 1,300,000 تتسمى شويه الاغنيه معناتها رغم اللي ريتمي ومحلاها ما فهمتش بتتر زادة ما فماش برامج في التلفزة ما درتش بيه ما صارتش اي صحيت هو ما فماش معناتها كان لي راديو حضرنا بها معناتها باش نعمل بروموسيون تاع الاغنية وكل اما زادة تلقى برشا دي زارتيست يهبطوا في غنيات في نفس الوقت وكل واحد عنده جمهور وكل اي سان امباش فما غنيات من الاول كي تهبط ما تعطي ما تعملش معناتها نومبر دو فيو كبير معناتها كيما كفو عنده برشا اغنيات من لوكي هبطوا بعد العباد معناتها فاقت بهم وطلع هو النمبر دو في اللي كنت تسمى به خاطر زوما ماكش رابور انت وتريه وكذا تسمى به من لوكي سورتو معناتها غرو ميرسي كفو اللي بالحق هو اللي حل الباب باش دخلت في وكفو محلي معناتها تعرف علاش يعجبني رغم اللي يبانك قلبه طيب ويبدا يطلبني سبيسيالمون باش يقعد يشكر لي في مناه مثلا اي بالحق مع كل واحد استدعاني مثلا نحكي له صحيت يراي طفله باهية محلاها راي ارتيست طياره امان نوفلت لها وبيها شويه علاش الارتيست الباهي ما يلقاش حظه قلبه باهي قلبه باهي برشا ويعاون بالحق يعاون برشا عباد اي الاغنيه ستيل هو جديد عليه معناتها حتى لي فان نتاعو حسوه بعد على ستيل معناتها اي معناتها ينجم يكون زاد هما شويه ما قبلوش ولا مازالوا يهضموا فيها الحكايه زاد الرفرة تزيري أنا وغزالي أي رفرة تحية الشيخة ريميتي اللي الله يرحمها وتحية للشعب الجزائري كل هي كانت أوماج وهو حب يعمل هكا كلاندوي يحب برشا تزير بالحق ويخده ويمشي قبل معناها غير سنة خطر الكورونا وربي برشا قارنوكم بالأغنية الأصلية وشوهتوها وفازيتو كذا أنتم ما عملتوا ديديكاس أي في الآخر عملتوه بعد النقد ولا من لا 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 من الأول من هي ما تبدلتش الأغنية هبطت مرة واحدة أي ما عودناش معناتها هبطنا لها لعبت باش تنقد بهكا ولا بهكا كلكو سوا اي تعملوا اللي تحبوا اي صحيت معناتها احنا معناتها الواحد عملها تقريبا ضمير ومرتاح لا اما مونيه معناتها توا انا معناتها ثاني مره تجيني كل ما تهبط غنيه هبطولك هي قناة شيش تحلوة فرمو تطلعش انت تتكلم والله ليه انت تعرفني ليه فما 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 حاجة في تونس والله اختها ومنحب كل فنان ربي عينه ريت واحد يهبط غنية خمسة فنانين هبطوا كيفه اي نفس باش هو يبدا عنده برشا تبدا تراث معناتها كل واحد لولاني جابها من قاع الخابيه ثلاثه اربعه بعد شهر يهبطوا نفس الاغنيه وكان عجبك برشا عاودوا برشا عاودوا وحش السرات عاودت حتى كاف جيت نعوم تعاودت جيت نعوم الموج قلبني بالحق عندي ولد خالتي الوحيد ما غناهاش عملها احسن نشحت. حد سمعته قال وحش السرات هي منيتها المنى يا رب يا رب انا سمعت الكل كلهم اللي غنيوها الكل احسن واحدة سمعتها تفكر هي في البلاتو في التورناج بالحق ما انا ما نقول لعبت صح عليهم وربي معاهم وخلي يخدموا اما بالحق عندنا حاجه في تونس شويه هكا بيزار ولا ما نفهمهاش ولا ما خاطر ما نعرفش العباد الاخرين كيفاش يعملوا في دول اخرى كيفاش الله اعلم اما انت عملت حاجه ناجحه نكزوا الكل نعملوا نعاودوها حليت ما نعرفش انا ما صدقت الربي عملت حاجه ناجحه يا مثال مش مثال سنين غني اول حاجه ناجحه ذليتوني يعني 17 عام نمثل اما الغنيه هكا هكا شويه اما نقول محسوبه كلي مثلت تيتانيك تيشنو معناتها شويه ادوار ليه تياترو اي لا تياترو لا تياترو نحكي معاك تياترو نحكي تيتانيك ما عملتش تيتانيك ما عملت ممكن حاجه في تياترو اقوى من تيتانيك معناها نوبا اسمها باهي تجبر نحكي وهكا لا كيكا نوبا اي نوبا نوبا لا هو معناها انت تقول لي 17 سنه نمثل قلت لها ما مثلش اي تياترو لا تياترو يعطيك الصحه انت جيت تفرجت في مسرحيه من مسرحياتي اعطيني اعطيني معناتها علاش اللوم على العباد الاخرين نو نو بور بليزونتي لا لا مع تياترو كنت عندي خمسة ستة سنين ما مشيتلوش اما تياترو ما كانش وكل ربيع تياترو ما كانش فما عمل ما نمشيلوش بيان سور معناتها كنت اي معناتها السنوات الاخيره اللي انا مثلا نعمل في برشا ديكرياسيون معناتها في الاحتراف وكل شيء خاطر هو تياترو كيما العاده يعطيها الصحه زين فرحات وتوفيق جبالي انا يبان لي ما عادش كيقبل التياترو ما عادش يخرج هكا كيما وهما لا يقولوا انتم الصحفيين بخلتوا ما عادش تجيو وكلاتكم الانترنت والفيسبوك والانستغرام
العام ومسرحية ما تعملش بوز على الانترنت ما نمشي ولهاش بصحيح وينجم يكون ديفو في الصحفيين أنا نستعرف خطر خطر التياترو كان متنفس حتى وقت بن علي كان يمشي وله مع ترى وكان مسرحيات صحاح ونصحاح وخرج خرج خرج اللي لا بروف النوبه معناتها بالحق معناتها الاولاد لي جون كل معناتها اللي طالعين عامنا والنوبه واحد ولا نوبه اثنين معناتها لا ماجوريتي تياترو زاد باش نسالك انت كفو يعاون فيك ولا متبنيك بتبنيني فنيا موسيقى هاي مش غنيتوا شويه مع بعضكم بعد بطلتوا علاش في الحفلات ليه مش بطلنا فما حفلات نطلع فيهم معاه بحكم الحفله تتطلب معناتها اني انا نكون موجوده فما حفلات ليه فما انت والببليك هو يعرف جمهور معناتها في بلايص معينين يجي نجم تطلع معاهم ونا في بلايص اخرين ليه معناتها ستين استراتيجي ماهوش وعندنا عروض اخرين جايين زاده مش كانت عندكم اغنيه اخرى في اوتا اي نورمالمون اجلتوها لا تاجلت شويه على خاطر لحظه قلت لها اجلتوها قالت لي ليه تاجلت ليه ما سمعتكش سامحني خدت جست الاجابه في مخي والله اللي بداو جدد هكا مازالوا يبدا عامل فيهم راه هكا انا جدد عندك 17 سنه تريش كان زاد عليك كذا عرفتني البارح عرفتني البارح انا عندي 20 سنه عندي 17 دونك ليه هكا نسيتني حتى في السؤال قلت لك الغنيه اللي في اوت اي نورمالمون هي كانت معناتها تتصور وتهبط اول اوت بحكم لي زونجاجمون والعروض والحفلات معناتها كل ما فماش وقت باش تسجل وتصور ديريكت وتهبط وعادة راهو الفنانين ما يهبطوش في اوت شهر الخدمه الفنانين كل يرقدوا 6 تاع الصباح يقوموا مساء يمشيوا يغنيوا معناتها ما هو خاطر احنا علاش خممنا ان هبطوا حاجه في اوت خاطر كانت شويه كازه في جويليا ما فماش برشا كيما تو في اوت تسمى تحركت تعمل في حفلات موني تحركت شويه انا وحدي ليه مانيش مازلت ما عملتش معناتها لي تيتر نتاعي مثلا نجم نعمل بهم حفله تم اختيارك رئيس مهرجان قرب المسرح الهويت فما فيلم زاده في الطريق بدات تتحل ثنيه دونك انت لعبد الحميد بوشنيق شافك في عرس سمير العقربي في الحمامات اللي كرم فيه الهادي حبوبه 2003 بديت تعمل مسرح خدمت كمساعد مخرج في برشا اعمال مع حسام الساحلي انور شعافي اللي عرفاوي هذوك كممثله اي هذوك كممثله فيلم فتريه الوليد طايع مشكي وعاود القيس شقير مي تونس معرفتك كان في النوبه سامحني ما نعرفش اي نوبه بالحق هي الباب اللي باهيه وخايبه محلاها هو خير محلاها تخيل ما شاركتش راهو مازالوا لا انا محلاها انت دخلت من باب كبير معناها ما دخلتش معناتها ممكن كنت تعرفت في مع احتراماتي لكل بروجي معناها نحكيو على الاعلام وانت قلت فما برامج نندم عليها باش نحكي لك حكايه قول لي صارت ولا لا باه 2016 خذيت جائزة أحسن ممثلة في جي تي سي أي عن دور في مسرحية ثورة دون كيشوت لوليد دغسني أي ريت كيفاش أحسن ممثلة في جي تي سي أي اللي هي من المفروض من أهم من وقتها معناها أهم تظاهرة معناتها مسرح في تونس في العالم معناتها قبل كانت عالم عربي على ما نجمتش تحضر حفل توزيع الجوائز وما تسلمتش الجائزة حاجة قعدت لك في قلبك ومن بعد اتصلت بزميل ليك يخدم في منوعة تتعدى كل نهار السبت وطلب منه يستدعاك كمتوجه أي أنا طلبت منه معناها أني أنا ما عشتش المومون هذاك معناتها أكبر جايزة تسمى خذيتها وقتها في كل وقت هذاك ما عشتهاش دونك علاش ما تستدعاوش الفنان هكا معناتها حبيت نحسها نعيش المومون كلمونا كان لي راديو معناتها اللي مهتمين بالثقافة يا أخي قالك انك خديت جائزه حكايه ما تهم حد اما كانت عاركت معلش تحكيم ولا قلبوك في فلوسك اجت عدى في كل وقت محليه محليه قالك كي امانه سامحني باش نقول حاجه زاد عمري ما قلتها أي. اللي عام 2000 انا كنت متواجده في مصر في مهرجان القاهره الدولي وكانت تونس مشاركه بالفوازير اللي هي السندباده وخديت في مصر جائزه وأنا موجودة في الصالة وما طلعتش أنا خذيتها واو ورسولاتي أي هذية بالحق قعدت لي في قلبي على الأخر طلع من عرش اسمه شكون إنسان مبعوث من التلفزة الوطنية اللي نحييها أما ذيك قعدت لي في قلبي ما نجمش نقوم نقول نسيتها تقعد لي على خطر أنا موجودة وأنا عام 2000 قاعدة نحضر في مشروع آخر وما نجمتش نطلع سيغ سين باش ناخد الجائزه نتاعي اللي هي سندباده اللي عملناها عام 2000 دونك حاجه تقهر ريت تقهر حاجه تقهر السيستم صحيح السيستم هذاك مبعوث من القناه هذيك بذمه انه ياخذ الجائزه يهمني انا ما حاجتش بيها جوائز في مهرجانات لبرا والتلفزه تفكهم ما تعطيهم شيء تقول لهم ملك التلفزه ماشي يحب يقول ساعات يخرجوا جائزه احسن ممثل فكينوا التلفزه عمل لي ديبليكاتا
خليه له في السي في نتاعه، خليه له يطلع الوقفه نتاعه شخصان معناها قاعد يعرف بروحه هيستوريك في حياتك هيستوريك. انت ما عندكش الحق باش تحسوا الاحساس هذاك، وبعد يقولوا لي شبيك. اي انا نفس اللي صار معناتها في الجيتي سي، طلع شكون خذا التروفي وتصور، وحتى في الجرايد مكتوبه هي منى تلمودي، معناتها حتى كان مش العباد اللي اشترى الساله تعرف اللي هي انا متتعدى اين بيرسو معناها حتى في الجرايد هبط. اي اللي هي تصوير شخص اخر وهي على اساس انا معناها. واو اي فوالا. دونك السيستم الاول سيستم بروتوكول اداري، والثاني سيستم لهف وراء البوز اللي صحيح. كل بما فيه مع كل الخواص والخواص يقول لك الجمهور يحبك. اي من خواص شكون سنس الجمهور ما نعرفش. اي فوالا. اي شكون العظم ولا الجبار ولا الشبيه نجم انا نقعد معاه. والله راني سام في بليزير كان نعمل حصه على اشكاليه المسرح التونسي نشيخ فيها، اما متاكد مش باش يتفرج فيها حد. وسبونسر ما حتى حد ما يحط هو سبونسر مش قاعد يحط لهكا لهكا اما متاكد ومتاكد اللي بعد ثلاثة شهور باش تبعث لي التلفزه تقول لي راجع امورك ولا رانا نخمو في مناسبات. شنو بلاش يكون عنده حل معناتها. هاني انا واحد في ازمه، هاني نحس روحي كبرت ونحب ننوع شوي ونحب نمشي لحاجات محترمه. شنو نعمل؟ فوالا يلزمك بشويه تعمل انا هذا انا اي فو ريزيستي ريزيستي تعمل ايميسيون باناشي معناتها يلزم معناتها ريت في فرنسا عندهم لي شين بوبليك اللي حتى الشين بيبليك راهو يطالبوك بالاوديونس، اما يطالبك يحطك دوزيام بارتي سواري يقربك كيفاش سيستي معناتها ما فهمتش اسكو الجمهور بالفيسبوك والف بالبوزيتو بالواحد والله ينجم يستنس بيك الجمهور، الجمهور اللي تعطيه يقبل راه اي ماده كونسيستون وفيها يقبل وينجم يست اليوم ما عجبتوش غدوه كان يتفرج في حاجه دسمة ما ينفركش. جوستومون جوستومون بعد ما غنيت انت وحش صراخ نختم قبل ما نعرف الفنان عفيف سالم عاودت غنيتها بطريقه بروفيسيونيل دليل المفتاح هي ميني عبد اللاوي وحمدي المهيري معناتها بطريقه بروفيسيونيل انا غنيتها مش بروفيسيونيل معناها لا هي عاودتها بطريقه بروفيسيونيل زاده باش ما تقوليش خايبه هكا عطيتك لا هذا ما تقولي عاودتها بطريقه بروفيسيونيل اختر حتى انا عملتها بطريقه معناتها هي عاودتها بطريقه باهيه معناتها مش شكل اللي تعاود كذا شنو رايك؟ انا ما شفتهاش ما شفتوش الكليب واقسم بالله لا شفته اما لا في البوان هذه انا علاش يظهر لي كافون تبنيك حتى في الحوارات ما شفتهاش الكليب الكليب اربع دقائق لا والله والله لا ريتو ما تنجمش تقول شكون غنى خير انا ولا هي لا ما نقارنش لا انا نعرف روحي انا شنو عملت ماتير اللي قدمتها انا مقتنعه بها ما يهمنيش شنو كيفاش عملوه احسن هذيك العباده تحكم ما عنديش اني راه تخرى الاخر شنو عمل لا 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 اما حاجه بركه اللي خاطر بديناها نحن الموضوع وما كملناش امش قول حاجه ماهيش هكا انا عندي ليست نتاع اغاني ما تعودتش ما مدفونه كما قلت انت عليها الغبر تو طلعها وخذوا منها ما فماش علاش تعاود حاجه تعاملك بعد هذا نطلع انا ليست من الاغاني اللي انا باش ناخذ منها مثلا وفازي اعملوا حاجات جديده هو اغزر فما جواب صغير هنا نجم يكون محرج ليك يقول لك يا اخوي اعمل اغنيه نتاعك تو ما يعاودها حد يزيكم اللي عادت ليه اعطيني انت انا وحش الثراء عودها عبد الرحمن الشيخاوي صديقي بالفاسون تاع معناتها الاوريجينال ليه مولاي ماهيش مشكلتي اعمل اغنيه للناس الكل هو سفري ملك للناس الكل الاغنيه ماهيش دونك يقول لك تحب تبعد اعمل اغنيه نتاعك كيما زاد اللي عملها معناتها معناتها اللي كيما وحش الثراء كيما جيت نعوم الموج كلبني تعاودوا اخويا اعمل اغنيه نتاعك تم يعاودها حد هو حتى نتاعك يعاودوها اما انا مش مشكلتي يعاود ما يسالش عاود اما هو دي بريفيرونس انك انت باش تقدم منتوج جديد ما يسالش ننفضوا غبره على اغنيه اخرى ما تسمعتش هاد نعرفوا باكثر اغنيه مش هي اغنيه تتعاود برشا مرات نحكي على الناس اللي تعاود به عام 2012 باش نقفلوا بهذه منى تلمودي تشارك في برنامج المواهب على الوطنيه خليك معانا وصلت للنهائيات لجنه التحكيم فيها جميله الشيحي عدنان شواشي وشكري بوزيان جميلة الشيحي قالت لك صوتك فيه نشاز عدنان قال خم موجودة أما برشا خوف في صوتك ما عجبوش صوتك كي غنيت وشكري قال فما ما يتصلح في صوتك هي سردة عدنان شواشي قال هكاكا خاطر كان يسمع فيا في الكواليس من وقتها بعدت على الموسيقى يظهر لي كرهتها لا مش هذاك السبب لا انا وصلت الدومي فينال وساتيسفيت على الاخر باللي عملته اما هو قال عدنان شواشي الكلام هذاك قال خايفه كان يسمع فيا في الكواليس نبرف وحدي على الاغنيه جاء عمل هكا قال شكون هذا اللي يغني
مشى ورجع معناتها باش شافني ان بعد كيف تفاجئ هو معناتها سي نورمال تراك اول مره انا في التلفزه معناتها 2012 مازلت نجرب قبل ما ندخل قلبي يدق باش يجي سركيبي معناتها سي نورمال تراك الناس الكل دونك هو قال خايفه اكثر من اللازم سي نورمال عادي مال علاش بطلت الغناء بطلت مش بطلت بعدت خاطر حسيت روحي انا في كل وقت هذاك مش بطلت بعدت اي لا مش بطلت خاطر مادام بعدت انا راه فيك تغني تو ما نجمش نقول لك بطلت نهائيا كنت تغني انت يا تاو. ربي ما يحبش يفهمني هو تو ما قلتلكش راك مثلا انت حاجه ما مش بطلت بعدت ونرجع مش بطلت بطلت علقنا صبات معناها باه يمشي فوالا دونك بعدت على خاطر صاروا لي زوز مواقف ولا علينا في ذكر الاسماء حسيت دومين الموسيقى ما عنديش فيه شكون نعمل عليه معناتها عبد ما نعرف فيه حد شنو المواقف يعني ربي يبدا يعمل هكا ما مواقف معناتها نتاع مش بلا تجي تقول لي ما انت كان نحكي توا تجي تبرف توا انا توا راني على في الشيبتي تبرف وتعطيها لا لا بيبي نحكي معاك توا تقول لي مواقف تنعد شنو المواقف معناتها نتاع عبيد باش تطلع تغني مش كان باش تغني راه فما برشا حاجات حفلات خاصه ودرا شنو ودرا شنو وكذا وانا ما زلت كما نقولوا عظمي طري وما نعرفش حتى شيء في دومين الموسيقى دونك قلت هذا ما هوش متاعي وعلى فكره كانوا معايا شكون اللي كان في نفس البروجي هذاك ولا ودي ستار تو معناتها ممكن كان انا عملت بالحق خاطر انا غالب الذشوة في الحياه هو الحفلات الخاصه حفلات خاصه تو كثروا راهو على قبل دونك عادي إيه ما انا وقتها ما نعرفش نعرفش نخاف دونك بالنسبه لي انا حاجه ما نعرفهاش ما نعرف حد ما عنديش حد نعمل عليه ولا كتف دونك قلت يلقى واحد ضايع يحاول يرضوا بيه شويه انا قلت خليها لي وقت اخر وقت نبدا انا ها كيما تو فهمت معناتها اي اقوى اقوى معناتها تو وافقت على الحفلات الخاصه لا 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 نعمل ندخل نعمل غنيات وندخل الموسيقى معناها يا ربي ماكش نورمال شنو تسال معناتها بون موجود معناتها اني رجعت للموسيقى نجم اي نجم معناتها عندي لي ليميت لعبت تعرف ما تتجاوزش حدودها ويحترموك صحيح عندي اغاني عندي اماريم معناتها الحاجات هذه موجوده في باش ما نكبروهاش ما انا نعرف موجوده في العالم الكل في تونس في مصر في لبنان في امريكا وين في تحط فرنسا نفسك فيها هي مو انا تو وصلت لك المعلومه بالطف الطرق معناتها انت قبلها كما انا اعطيتها لك خاطر هنا قلت لا هذا لا فوالا واضح والحمد ونتعدي صحيح في التمثيل وفي الواحد ما صاروا لكش حاجه لا مستحيل عبد الحميد بوشناق محترم لا مستحيل حتى في التياترو لا مستحيل لا تمثيل بالحق والله سانسر ممكن انا اللي كانت لي صدمه خاطر انا باركوري كل التياترو كيف دخلت الموسيقى لقيت الدومين هكا يعمل مش كيف كيف احنا نخدموا دي نوايو معناها تياترو نعرفوا بعضنا بالكعبه اللي موجودين نخدموا نوايو صحاب اكثر منه واضح واضح ما اول مره تسمعها تحكي هكا لا لا نعرفها تعرفها كيفاش في الدنيا تبارك الله عليك انت حفله خاصه وحدك اكزاكتومون يلزمها يلزم نجم تعمل ستاند اب بعد شويه باش نمشيو للالعاب نمشيو فاصل بعد نرجعوا للجزء الاخراني من صيف معنا